مساء الخير عليكم مشاهدينا الكرام، مساء الأمل، مساء العمل، مساء يوم جديد. طبعا الشهر ده شهر مارس، شهر العظيمات وعظيمات مصر. كل سنة وكل أمهات مصر طيبين، كل سنة وإحنا دايما عايشين في خيرهم وعايشين بدعاويهم الحلوة. كل سنة وإحنا دايما بنراضيكم، كل سنة وإنتوا دايما سند وظهر لينا. كل سنة وكل أم طيبة، كل سنة وأمي طيبة وخالتي وعمتي وحماتي طيبة، كل سنة وكل الناس اللي أنا بحبهم طيبين وبخير وصحة وسلامة. النهاردة في الحقيقة بما إن شهر 3 هو برج الحوت، وبرج الحوت يعني اللي غنى له السوبر ستار عمرو دياب، فكل كل سنه بيبقى كل ابراج برج الحوت حابين يعرفوا يا ترى برج الحوت النهارده هيبقى اخباره في سنه 22 ايه، والتطلعات وعلم الفلك وعلم الابراج موجود ومذكور منذ قديم الاذى، وعلم الفلك مذكور ايضا في القران. لكن خلينا نقول في ناس بتستغل ده غلط، في ناس بيخرفوا تخاريف ويدخلوا حاجات كتيره في بعضها لكن ما بتكونش صحيحه. لكن علم الفلك طبعا كلنا عارفين زمان ايام الرسول عليه افضل الصلاه والسلام كانوا بيمشوا عن طريق النجوم وعن طريق الشمس وبيحددوا توقيتات الصلاه ومطلع كل شهر من الشهور العربيه. لكن خلينا النهارده نتكلم مع دكتور احمد شاهين، متخصص طبعا في علم الفلك والابراج. مساء الفل عليك، اخبارك ايه؟ مساء النور استاذه بسمه، وانت وجميع المشاهدين والامهات والنساء تحديدا باحسن حال على مستوى العالم. طيب بما اننا في شهر 3 وده برج الحوت، البرج يعني يمكن اكتر برج اتشهر طبعا بعد ما السوبر ستار الهضبه عمرو دياب. تمام، طيب خلينا نقول اخبار برج الحوت ايه، بعد كده هنقول كل الابراج ستيب باي ستيب معانا بقى بعد. تمام. طبعا برج الحوت هو الخيال الروحانيه، هو برج مائي في الاساس، بيحكمه نبتون اشتراكا مع المشتري. طبعا لو كلمنا على ارحم الابراج اطيب الابراج، البرج اللي دايما متفاني مخلص مضحي هو الحوت، خاصة على مستوى النساء. احنا دايما بنقول الفتاة أو الفتى أو يعني الشخص الإنسان أو الإنسانة لما بيجي يسأله آخد شريك حياتي منين؟ أقول له الحوت على طول، لأنه أكثر الأبراج بيتوتية، بيبقى بيتوتي يعني يخدم، يعني الراجل يخدم الست والست تخدم الراجل. فبالتالي هو برج طيب حنون عاطفي خياله واسع، عنده الإيثار، الإيثار بمعنى تفضيل الريب على نفسه بعكس الأبراج التانية يفضلون الآخرين. يعني في بعض الأبراج لها أنانية زي الحمل، لكن الحوت على العكس تماما فهو يفضل الحمل أناني؟ الحمل بسيط، بعض دوائر العشريات، ليس كل العشريات، لكنه بيندرج ضمن الأبراج اللي فيه بعض، ما أقدرش أقول أنانية بالصفات السلبية، ولكنه أثرى، الأثرى بعكس الإيثار، الأثرى هو بيفضل مصلحة نفسه على غيره، ودي في حد ذاتها مش وحشة، لكن لو اتكلمنا على الإيثار فهو تفضيل اللي على النفس، وهو ده برج الحوت. طيب خلينا بقى بما ان احنا اتكلمنا على برج الحوت عشان طبعا الناس ما تزعلش مننا، بس ناخد توقعات الابراج. احنا عندنا كام برج بالظبط؟ احنا عندنا 12 برج. 12 برج بيبداوا بالحمل. بالحمل تمام. بس ثانيه واحده، هو شهر 3 ده كله برج الحوت ولا شهر 3 لحد 12 لحد 20/3؟ 20/3 من 20/2 او من 21/2 لحد 20/3. من 21/3 ل 20/4 ده الحمل. اوكي، طب خلينا ناخد بقى من اول برج عندنا. طب ليه احنا بادئين باول برج الحمل؟ ليه اول برج هو في الابراج الحمل، مع ان الحمل ده شهر 3 صح؟ الحمل من اول الحمل بادئ من 21/3 حتى 21/4 عشريات، مع ان الحمل ده شهر 3، المفروض ان شهر 1 اللي هو اول الشهور الميلاديه ملهاش علاقه بالشهور الميلاديه، ولكنها علاقه بترتيبها في السماء. الابراج حضرتك كانت جايه اشكالها من خلال تكونات النجوم والكواكب في السماء بتدي اشكال معينه، فصدفت ان الحمل او اول مجموعه سماويه او الصويا او النجوم شكلت حاجه معينه، فكان الحمل شكل الحمل، وبعدين اجى شكل الطور لحد الحوت، وهكذا جسم الانسان بيحكمه كل برج، يعني كل عضو بيحكمه جسم الانسان، فليس له علاقه بالاشهر الميلاديه اللي هو يناير فبراير مارس، ولكن له علاقه بترتيبها في السماء. طيب ناخد بقيه الابراج ترتيبيا كده. تمام، لو قلنا يمكن الحمل. الحمل طبعا هو الرياده والاندفاع والحسم، بيحكم كوكب المريخ. في قاعده عامه في علم الفلك والابراج ان اي برج بيبقى سابق، يعني الناس مواليد شهر معين، الشهر اللي سابق ليه واللي لاحق ليه بيبقوا مش منحوسين، لكنهم بيبقى في بعض الضربات بسيطه لحد ما بيعدي الشهر بتاعه. فبالتالي احنا دلوقتي هنخلص الحوت ودخلنا على الحمل، فالايام اللي احنا فيها دلوقتي
يمكن بعض مواليد الحمل هيحسوا بالتلبس، الشبشرة، عدم الوضوح إلى آخره. طبعا الحمل أنا قلت ليه ميزات كويسة جدا، ليه إيجابيات، المهنة كويسة، لكن أنا بقول يخلي بالهم من الاسترس العصبي. يعني جميع الأوضاع بتاعتهم الفلكية كويسة جدا من هنا لحد ما نخش الشهر بتاعهم اللي هو هيبدأ من 21/3، لكن يخلي بالهم من الاسترس العصبي والاندفاع، يمكن في ضغوطات عصبية مش هيستحملوها بسبب إن الشمس متواجدة في البوج الذي يسبق الحمل. ده بالنسبة لبوج الحمل أو للأبراج. طبعا هنخش على الطور. الطور هو البناء وحب التملك وأيضا المال اللي هو الأسرة. طبعا لو قلنا بوج الطور الشهر اللي احنا فيه دلوقتي اللي هو شهر 3 كويس جدا 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 وواعد، لكن على المستوى المهني لن يعني لن ينهضوا او لن يحسوا بالمزايا بتاعتهم. هو الطور عامه انا قلت اول السنه حضرتك لو تفتكري ان الحمل من ضمن الناس اللي هتبدا بطيء وبعدين تدريجيا الله ينور عليك. بعكس الطور، الطور بادئ السنه كويس جدا لكن هيبدا يقل في الفتره اللي هي 3 شهور التانيين. لا لا ليه علاقه، اوقات معينه على حسب كوكب فينوس او الزهره اللي بتحكمه هيبدا يتراجع في اوقات بسيطه ليس من ضمنها شهر 3، فبالتالي هو شهر اللي احنا فيه يعتبر سعيد. هو جوبيتر في أي حتة دلوقتي؟ ليه؟ جوبيتر في أي جوبيتر حاليا متواجد في الدلو وداخل على الحوت برجه. هو من شهر 11 12 20 21 بدأ يخش مع زحل ويقترن معاه. احنا قلنا أول السنة مع حضرتك بالزبط. إن زحل ده نحس، لما يخش المشتري السعد الأكبر هيبدأ يخف من نحوسه. الدلو التيارات الجذرية. المشتري بدأ دلوقتي هيسيب الدلو ويخش الحوت اللي هو أحد أبراج أو الكوكب الحاكم للحوت. اشتراك مع نبتون. هيفضل ماشي 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 ما عدا اوقات يعني معينه هيبدا المشتري يتراجع، فبالتالي بعض الابراج ولكن الحوت بنسبه 100% هتبدا تتاثر لتراجع كوكب المشتري الحاكم ليهم في هذا البرج. تمام. المشتري هو التوسع والنماء والسعه، والحوت هو الروحانيه والتامل والنعمه والرزق الى اخره. فلما المشتري يبدا يخش الحوت احنا لسه ما تراجعناش، فبالتالي الحوت الايام دي سعيدين مسعودين جدا جدا جدا. اعلى الابراج بالنسبه لشهر 3 اللي احنا فيه دلوقتي هو الحوت لان الكوكب بتاعه متواجد فيه. طبعا احنا دلوقتي هنبدا نخش للجوزاء. الجوزاء الجوزاء دايما نسمع عنه انه برج مودي يعني متقلب. المودي هو السرطان. لماذا انا جاي في الطريق انا جاي في الطريق ليه؟ الكلام ده كل الابراج لو قلنا اللي هي موديه او عصبيه او كئيبه، كل الابراج دوام الحامل المحال، فكلها كل الناس فيها من جميع الصفات سلبيه وايجابيه، لكن اللي يبقى مودي بصفه اساسيه هو السرطان. لماذا؟ لان السرطان بيحكمه القمر، ولان القمر هو اقرب الافلاك الى الارض ويحكم نسبه الماء في الجسم صعودا وهبوطا زي المد والجزر، فبالتالي بيتحكم نسبه الماء دي بتتحكم في العصبيه بتاعت الانسان المود المزاج. فبالتالي السرطان اكثر الناس عدم تحمل الاسترس العصبي، اكثر الناس شعريه، اكثر الناس مش عمليين، مخخهم شعريين جدا، حالمين جدا، رومانسيين جدا، هم السرطان وليس الجوزاء. الجوزاء بيحكموا كوكب عطارد بالصفه الايجابيه. بمعنى احنا عندي كل كوكب بيحكم برجين ما عدا الشمس والقمر، بيحكموا الاسد واحد والسرطان بيحكموا القمر. الجوزاء والعذراء بيشتركوا مع عطارد، لكن الجوزاء بالصفه الايجابيه والعذراء بالصفه السلبيه. ما معنى الصفه الايجابيه والسلبيه؟ يعني عطارد او ميركوري بيبقى موجب في الجوزاء وسالب في ايه؟ في العذراء. وفينوس بيبقى موجب في الطور وسالب في الميزان. الموجب هي النواحي الجسمانيه والماديه، اما السالبه فهي النواحي الروحانيه. فلما نقول ان عطارد بيحكم عطارد بيحكم ايجابي كوكب الجوزاء، فبيديهم اكتر وبيطفى عليهم من النواحي الجسمانيه والماديه بعكس الروحانيه. طيب. على عكس العذراء. خلينا ناخد برضو مداخلات عشان احنا فاتحينها النهارده. اتفضلي. خلينا ناخد اسماء معانا من القاهره. الو اسماء من المنيا. عفوا انا بس صوت واطي في الاربيس معلش. الو الو. طيب تقريبا فقدنا الاتصال. طيب كمل يا دكتور اتفضل. طيب الجوزاء احنا هنركز على عشان طبعا الوقت هنركز على التايتلات العامه بالنسبه للشهر. الجوزاء على مستوى الصحه النفسيه تاتش وود، على مستوى الناحيه العقليه والجسديه تاتش وود ما شاء الله عليه في الصحه. الجوزاء ده من اول كام لكام؟ الجوزاء اللي هو بيبدا مثلا من 4/5 من 22/5 ل 22/6 او 21/6 على حسب المدارس.
تمام بيبقى متقسم عشويات. العشويه الاولى زي ما قلت الحمل ليس كله، فهكذا الابار. العشويه الاولى اللي هي اول 10 درجات ليس مثل الثانيه ليس مثل الثالثه، ولكنها تتفاوت ما بين الصعود والهبوط على حسب تواجد الكواكب فيها. الجوزاء الحل عنده شهر 3 كويس جدا 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 ما عدا المهنه. مواليد الجوزاء يخلي بالهم لان عطارد له بعض التراجعات هذه الفتره اللي هي شهر 3 اللي احنا فيها، فبالتالي يخلي باله من التراجعات خصوصا في البيت السادس، بيت المهنه بالنسبه لمين؟ بالنسبه للجوزاء. فبالتالي اللي هيزعجه جدا واللي هيبقى فيه مشاكل وستريسات وتطشات جامده جدا وميس اندرستاندنج سوء تفاهمات جامده هو الجوزاء المهنه، سواء بقى بيعمل في وظيفه حكوميه او وظيفه خاصه الى اخره. تمام، ناخد كمان على ما ندخل قبل ما ندخل البرج اللي بعده، هناخد امام من الجيزه. مساء الخير عليكي. الو الو، يبدو ان احنا عندنا ضغط ومشكله في الاتصالات، ولكن يمكن عرفوا ان في حلقه فبيضغطوا فده بيوقع فعلا الاتصالات. دي حاجه كويسه مش وحشه. الحمد لله الحمد لله احنا طيب البرنامج بيتشاب بشكل كويس الحمد لله، نحمد ربنا على ده. اتفضل. برج السرطان على عكس السنه لما اتكلمت على التايتل من اقل ما انا قلت السنه دي 2022 ما فيش حاجه زي السنوات اللي فاتت، ما فيش حاجه اسمها في الارض، في متوسط واعلى، ما فيش حاجه تحت. اللي كان متوسط واقل من المتوسط بسيط هو السرطان، لكن انا هتكلم دلوقتي عن شهر 3 تحديدا. شهر 3 تحديدا هو من اعلى الابراج حظوظا هو السرطان. انا شايف السرطان هو اصلا شاعر ومنسي حالم بيحب الخيالات مش عملي، بس على عكس المتوقع سبحان الله في ناس كتير هتتغير هذه السنه بسبب النزوح اللي هو اللي بيحكم السنه. السرطان سيبرز فجاه كقائد مجموعه، يعني هيبقى في مجموعه في العمل في المهنه رحله الى اخره، هيلاقي ان السرطان بيبرز بسبب ان القمر هذه الايام بيتواجد في اماكن كويسه. لكن مش شهر 3 بقى السرطان تحديدا يخلي باله، انا هستبق الزمن وهقول له شهر 5 اللي جاي تخلي بالك لان في خسوف قمري، يخلي باله جدا 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 هذا الخسوف عندما يقع في بيوت معينه، فهو بيوقع مواليد برج السرطان او الابراج اللي هي هتبقى تقع تحت ظله. تمام. بعد سرطان اسد، الاسد طبعا، الاسد برج الاسد القائد الكبرياء وتفعيل الانجازات و القياده. الحمل برج رائد. طب حمل مع اسد ده يعملوا ايه؟ ما انا اقول لحضرتك القياده هنا تبقى في ايد مين؟ الاسد صح؟ ما ده في مشكله بيجي عندي زوج وزوجه اسدين. طب نعمل ايه؟ انا 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 وجوزي احنا نفس البرج الاسد. هقول لحضرتك حاجه، حضرتك ما فيكيش عيب وهو ما فيهوش عيب، لكن اثنين عندهم كبرياء فظيع. فهذا بقى فايده علم الفلك، ان انا اعرف السلبيات وابدا اتلافاها، لان بحب استاذه بسمه، استاذه بسمه بتحب اللي هي مثلا تحط برج معين، انا كاسد او اي برج ثاني بقى، وخاصه انا يعني انا مثال العذراء، العذراء محلل ومنتقد، ما ينفعش عذراء مع اسد. كزواج. لكن كشراكه ممكن لانه بيحلل وبالتالي بيكمل اللي القائد بيعمله الاسد. العذراء بيحلل وكمرؤوس ينفع مع الاسد كرئيس، لكن كزواج لا انصح العذراء مع الاسد. الاسد مع الاسد مثلا حضرتك حاطه برش معين، هقول لك اللمحه بسيطه، البرش ده على اليمين احسن من الشمال، بس كده قامت الدنيا ولم تقل كان الحرب العالميه الثالثه قامت، لان الاسد هو شايف ان هو كل حاجه بيعملها صحيحه وكويسه جدا، وهكذا العكس مع الزوج. لا بس مع 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 التطورات والاحداث الجديده. انا خليك تقول البرج الاسد بالظبط. خلينا ناخد الاول اسماء من المنيا معانا. الو الو، عايز اعرف تاريخ 16/1. 12/1. طب يلا ايه تاني؟ 12/1 ماشي حاضر. 16/1 خلاص. اوكي حاضر. ده لسه خليبه. حاضر هنقوله دلوقتي. شكرا اتفضل. مفيش زيكم اي حاجه كده على طول. على طول 16/1 والجدي لسه بعدين. بس عشان ما قالش السلام عليكم هنعديه. لا مش مشكله. ماشي اتفضل. الاسد على شهر 3 اللي احنا فيه وعامه 2022 هو محظوظ جدا على مستوى المهنه، ولكن كثيرون من الاسد هيتطوروا للافضل المهنه، هيحسوا ان هم عايزين يعملوا تغييرات جذريه وليست مؤقته او مسكنات في المهنه. المهنه عنده عاليه جدا جدا جدا. طبعا انا شايف اللي فيه مهمه جديده، لو واحد بيشتغل في مجال عمل حكومي بقى خاص الى اخره، في مجال عمل في مهمة ستوكل إليه يمكن بجانب مهمته أو عمله السابق. على العكس عاطفي الأسد. أنا مش ما أقدرش أقول إن في عدم يعني حزن أو عدم فرح، لأ
هو التوصيف الصحيح هو في عدم رضا او عزله او اكتئاب. انا شايفه الفتره القادمه لمولدي الاسد هو بيبذل اقصى مجهوده، بس هينتبه الحزن من ايه؟ مش عدم تقدير الاخرين له، لكن عدم الرضا بما وصل اليه من مكانه هو نفسه، مش راضي عن نفسه، وده طموح كويس، يعني ده حاجه كويسه، ده اللي بيزقه لقدام. ايضا هيحس بعض العزله اللي هي غير صحيحه، ده شعور بينتابه لكنه ليس صحيح. تمام، قبل ما ندخل على البو ناخد ايات الاول. معنا ايات من القاهره. من القاهره، مساء الخير عليكي. اهلا، ازيك يا دكتور بسمه؟ اهلا وسهلا، انا بحب حضرتك جدا. وانا كمان بحبك جدا، اتفضلي. ما شاء الله عليكي، كلك ذوق. ميرسي، كلك ذوق انت، اتفضلي. ممكن اكلم الدكتور؟ طبعا اتفضلي، اتفضلي هو معاكي. زي حضرتك يا دكتور؟ الله يخليك، الحمد لله. كل سنه وانت طيب. وانت بألف خير. هاي اتفضلي قولي سؤالك معانا. انا عايز اسال عن مواليد 19/10 او 8/2. 19/10 و8/2. حاضر، بس كده. شكرا. شكرا ليكي، اتفضل. طبعا الميزان والدلو. الميزان وده اللي احنا لسه ما قلنا لهمش. الاثنين الاثنين هوائيين، فهم ينفعوا مع بعض مبدئيا عشان كده. انا كان نفسي تقعد على التليفون، بس هي ذوق يعني، هي قفلت، مش عايزه اخليها كده. طيب نكمل الابراج وبعدين نقولهم. طبعا نخش على العذراء. العذراء من الابراج المتوسطه الحظوظ خلال العام بصفه عامه. العذراء ده من كام لكام معلش؟ اللي هو من 22/8، وبعض المدارس يعني بيزيد يوم يقل يوم، من 23/8 ل 22/9. أوكي. تمام، فبالتالي هي قالت 13/10 لحد يعتبر ميزان، يعني هي كده ميزان. 13/10 هي ميزان. طب التاريخين اللي قالتهم ميزان ودلو، الاثنين هوائيين. طبعا العذراء شهر 3 كويس جدا، بس خلي باله يعني الايام اللي احنا فيها دلوقتي من الحد دون، ما هو في تحليلات فلكيه يوميه واسبوعيه وشهريه. بالنسبه للايام من الحد لحد الاربع اللي جاي ما شاء الله هيكون بيحلق في السماء كالطائر. لكن خلال العام او خلال شهر 3 مارس بصفه عامه يخلي باله على مستوى المهنه في محاذير، في اعداء. انا شايف انه لا جديد، لكن على مستوى العاطفه يمكن فينوس قاعد له في برج الدلو، ده بالنسبه له البيت الخامس، فبيعمل استرس لما يكون في اتصال 150 درجه او مخمس او يعني خمس ابيات او بروج ما بين اللي هو البيت اللي هو يفترض العذراء وفينوس حسب ما هو متواجد، فبالتالي هو 150 درجة بشكل ضغط عصبي. فبالتالي على مستوى العاطفة المهنة أنا قلت يخلي باله، أما على مستوى العاطفة يخلي باله يبقى في ستريس عصبي. تمام، ويمكن في حاجات من الماضي ستعاود من جديد. عايزين نكمل بقية الأبراج عشان الوقت للأسف بيداهمنا. أوكي، قدامنا خمس دقايق. الميزان، الميزان حضرتك طبعا هو التوازن والتناغم والاستجابة. الميزان حساس متناغم مع نفسه، يمكن أجمل الأبراج، يليه الدلو، أجمل الأبراج شكلا ومظهرا، يعني سيده او رجل. طبعا الراجل بنقول له وسيم، بنقول شيء جميل. ده ايه؟ برج الدلو. الميزان رقم واحد، اجمل الابراج الميزان. من كام لكام بقى؟ الميزان اللي هو من 22/9 ل 23/10 ل 22/10 او 23/10. تمام. الميزان طبعا هو حساس. خلال السنه او خلال الاعوام السابقه كان الاحساس بالخجل ده بيقضي على طموحاته وبيضيع منه فرص كتير. السنة الجديدة عليه أو الشهر الجديد اللي احنا فيه 3 و4 اللي جاي عليه أن يتلافى هذا الخجل أو الإحساس بالخجل والحياء، وبالتالي يعني يبقى أكثر انفتاحا على المجتمع، فبالتالي هيلاقي نفسه اللي هو كويس جدا جدا. هو هيحب يعمل تعديلات على صوته، هيحاول يغير في صوته كتير عشان خاطر اللي هو يخرج من العزلة اللي أنا قلت عليها. لو دخلنا على العقرب، هو من أكثر الأبراج حظوظا العام 2022، بس يخلي باله من أمراض الأمعاء والمعدة، يمكن في عسر هضم او حاجه زي كده. الايام الاخيره من شهر 3 اللي احنا فيه، احنا دلوقتي 13/3، على من بدايه من 24 مارس 25 لحد اخر الشهر اخر اسبوع سيحلق في السماء، سيطلق العنان لخياله ومخيلته في المهنه، في المال، في العاطفه، الى كله ان شاء الله. تمام، هو شهر الحب والرومانسيه بالنسبه له. نسيت اقول ان العقرب والعذراء اكثر اثنين يمكن هيتجوزوا السنه دي، اللي خالي او سنجل هيتجوز السنه دي ان شاء الله. يا مسهل. القوس للاسف زيه زي السرطان واقل من السرطان. تاثيرات الفلكيه سواء شهر 3 او على المستوى العام سيئه جدا للاسف، يخلي باله رغم ان المشتري بيحكمه. تمام، بس الدعاء بيغير القدر يعني. بصوا الكلام ده طبعا كله طبعا كلام علمي. احنا بنقول اليوم اللي عليه، ولكن الدعاء دايما بيغير القدر يعني. تمام، يخلي باله بس من الحاله العدائيه اللي هيبقى عليها من الاستريسات العصبيه اللي جايه له على ايه؟ على المحيط حواليه.
حضرتك القوس بيحكم المشتري وقلنا الحوت بيحكم المشتري، طب اشمعنى الاثنين بيختلفوا؟ ده هنا ردا على الناس اللي بتقول الابراج ما بتوصفش، لا بتوصف، لكن هناك تاثيرات ودلالات فلكيه اخرى باخدها جنبا الى جنب مع الابراج ابدا اقول ان ده هيحصل 1 2 3 4. فبالتالي طبعا يعني هي كلها توقعات وليس حاجات مؤكده، يعني كلها توقعات، وبعدين بتدي صفات نفسيه علينا، ما انا بقول لهم ليه الكويس والوحش عشان يعني يتلافها. كلنا عارفين ان الغيب لا يعلمه الا الله سبحانه وتعالى، ولكنها كلها توقعات فلكيه وليست اصل. تمام، لو دخلنا للجدي هو الطموح والتحكم والوزنه، هو اكثر الابراج عمليه وروتينيه. السنه دي هيبقى على عكس مواصفات الجدي اللي احنا عارفينه طلع منها ربنا خلقه محافظ وروتيني، هيبقى ينطلق السنه دي يمكن هنلاقي ان انطلاقه الجدي ده اللي هو شهر واحد، اللي هو شهر واحد هيبقى انطلاقه يمكن لحد 2021 ولا حاجه، هيبقى انطلاقه كبيره جدا 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 جدا، بيحكمه زحل، وزحل بيحكم السنه دي، السنه 2022 يوم السبت بادئ، اللي هو 1/1/2022 بادئ السبت بيحكم زحل. فبالتالي اكتر الابراج اللي هيبقى علامه واللي هيبقى عليه السبوت وتايتل العام للسنه هو الجدي. الجدي على العكس من تحفظه وروتينه هنلاقي ان هو بينطلق ويبدا يغير من نفسه تماما، زيه زي الميزان. الميزان والجدي يا استاذه بسمه الشهر ده والسنه دي مش هنعرفهم، يعني اما بحفظ حاجه بقول لك ده ميزان ده جدي، السنه دي مش هنعرف الميزان ولا الجدي من كتر التغيرات الجذريه الايجابيه اللي هتطلهم هذا العام. لو دخلنا للدلو، يعني الدلو هوائي مهنيا المعنويات هترتفع جدا جدا جدا، عاطفيا الزهره موجوده في برجه بتتناغم مع زحل وانس، دول كوكبين علويين، بدايه الشهر هيحظى باهتمام كبير جدا جدا جدا، يمكن كان بعض الناس بيقول لهم اهتمام او نقدر نقول حب بطرف واحد. السنه دي عشان هذه الكواكب مع فينوس اللي موجود في الدلو هذه الايام مترابطين مع بعض ومتصلين ايجابيا، فبالتالي هيبدا الطرف الاخر يبادله نفس الاحساس. اخر الابراج الحوت، انا هرجع تاني انا قلته في الاول، هو الحوت الرومانسية، الإيثار، القرم، الشعرية، الروحانية، الحب والعاطفة والإخلاص والتفاني والتضحية. طيب خلينا ناخد هدير آخر مداخلة. اتفضلي. ألو؟ 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 أيوه اتفضلي. مساء النور عليكي. ازيك يا استاذة عاملة إيه؟ الحمد لله اتفضلي. أنا عايزة أسأل على توافق برج الجدي مع الأسد. حاضر. أنا خطيبي أسد وأنا جدي. ومعلش عايزة مامتي تسأل على الحمل مع الجدي. حاضر. طيب احنا ماشي. عشان وقتنا حتى لو دكتور ما لحقش يرد فهو هيبقى على الصفحه بتاعتي بعد شويه ان شاء الله، يبقى في لايف برضه هيقول فيها كل الابراج، بس ممكن نحاول ب يعني بسرعه كده. بشكرك. الحمل والجدي وايه تاني؟ وجدي والاسد والجدي. والاسد والجدي الاسد والجدي نسبه العلاقه اكتر من 55% كويسه جدا. تمام. الحمل والجدي يمكن مش يعني اقل متوسط، ما اعتقدش اللي هي هتنجح هذه العلاقه بسبب ان الجدي روتيني، ما اقدرش اقول لك كول، الحمل عصبي فبالتالي هيبان له الجدي ايه ان هو كل بارد، يقول له ما تقوم بقى خد ما بتزحزحش، وطبعا الله تعالى اعلم. فهذه العلاقه لن دكتور احمد بناء على اي اساس بتقول التوقعات دي؟ ده اخر سؤال محتاجه اساله قبل ما اطلع الفاصل. علم الفلك علم واسع جدا جدا جدا، حضرتك انا بقول لك ما ببنيش، انا ببني على الطوالع، ببني على الاسماء، ببني على الارقام عشان ابدا ادي علاقات. اما الابراج بصفه عامه فهي تدي سيكولوجيكال استرولوجي، يعني علم الفلك صفاتي بيدي صفات بناء عليها ببدا ابني التوافقات، ببني على الابراج وقواعد دوست منذ الاف السنين وما زلنا نعمل بها حتى الان، وفي الغرب بيدرسوها دلوقتي مع الطب النفسي جنبا الى جنب في علم الطب. طبعا انا بشكرك جدا خبير الابراج وعلم الفلك دكتور احمد شاهين، انا بشكرك جدا. مشاهدينا الكرام هروح لفاصل سريع. مشاهدينا الكرام رجعنا لكم مره ثانيه في حال الدنيا، ولاني عارفين ان لينا جمهور كبير من السيدات ولينا ناس كتير متابعانا، مش بس السيدات كمان الرجال والاطفال الحمد لله رب العالمين. من يوم ما بدانا البرنامج بنحاول تكون فقراتنا متنوعه، بنحاول نجيب فقرات بتهم كل بيت في مصر، بنهتم ايضا بالمواهب وبنهتم بكل حد عنده موهبه، حد عنده معلومه، حد ذاكر واجتهد عشان يطلع لنا بمعلومات، حد بيفيدنا. المهم ان فقرتنا تكون بتهم كل بيت في مصر. النهاردة في الحقيقة فقرتي بتهم كل أم وكل طفل لسه حديث الولادة وكل الأطفال عموما في جميع المراحل العمومية. طبعا منورني النهاردة دكتور إبراهيم محمد استشاري طب الأطفال وحديث الولادة. دكتور إبراهيم مساء الخير عليكم، منور. مساء النور، أهلا بيك. أهلا حضرتك. أهلا بيك. كل أب وكل أم متابعينا طبعا أكيد. كل سنة وأنت طيب. دكتور خلينا نتكلم على الأطفال حديث الولادة. من اول ما الطفل بيتولد طبعا بيكون الامهات بيكون عندها قلق، وخصوصا ان ده لو طفلها لاول مره. طيب هل لو لا قدر الله
الطفل ده عنده أي أمراض، أمراض ما، عنده نقص في أي فيتامين، نقص في أي كالسيوم داخل الجسم، مرض معين داخل الجسم، هل ده بيبان من أيام ما بيبقى لسه في بطنها من السونار، ولا بعد ما بيتولد بيبدأ أمراض بتبدأ تظهر؟ بص، هو الأمراض اللي بتبان في السونار اللي هي الأمراض اللي هي عيوب خلقية، زي مثلا مشاكل في القلب، مشاكل في الكلى، مشاكل المية على المخ، الهيدروكابلاس، دي اللي بتبان في السونار قبل ايه الحمل. نادرا ما تبان وراثيه ثانيه او متلازمات ثانيه بتبان، دي مش بتبان قوي في السونار. لكن بعد الولاده بتبقى الدنيا اوضح، في حاجات بتبان من الايام الاولى بعد الولاده مباشره، بقى العيوب الخلقيه الرئيسيه سواء كانت في المخ او في القلب او في الاطراف عندنا. وفي بقى عيوب خلقيه ثانيه بتبان في خلال الاسابيع الاولانيه او الشهور الاولانيه من العمر، زي عيوب التمثيل الغذائي عند الطفل. برضه في بعض المشاكل عيوب الخلقيه والثقوب في القلب بتبان برضه بعد شهر وشهرين. المتابعه الجيده طبعا للطفل، الزياره الرئيسيه للطبيب في كل فتره مع الطفل حديث الولاده، الولاده المفروض الزياره للطبيب تكون كل قد ايه؟ اول شهر بنفضل نزور الطبيب في خلال اسبوعين، كل اسبوعين نتابع في زياده الوزن، بنشوف في محيط الراس، الطول بتاعنا، التغذيه بتاعه الطفل، الرضاعه الطبيعيه اخبارها ايه معانا، تمام. وبعد كده بتبقى مره كل شهر نقيم بيه الطفل بتاعنا ونشوف الدنيا ماشيه معاه ازاي واموره ماشيه على الاقل لحد ما يعدي سنه او سنه. ده كلام ده مظبوط لحد السنه الاولانيه. بعد السنه الاولانيه بتبقى زياره كل 3 شهور لحد ما نكمل سنتين او 3 سنين، وبعد كده الموضوع بيبقى ريجولار على حسب الحاله. انا هحاول امسكها بس يعني ايه خطوه خطوه كده. بس خلينا كمان نتكلم على الرضاعه طبعا للطفل، وخصوصا ان في الفتره الاولانيه يعني اول يوم بيبقى لسه الام ما بتبقاش جاهزه انها ترضع طبيعي. طب في الفتره دي هم بعض الاطباء منظمة طبعا الصحة العالمية منعت ان الطفل ياخد اعشاب. ده كلام مظبوط. فالطفل ما بياخدش اعشاب. طيب في الفترة اللي هو الدي 1 بالنسبة له اللي هو خرج فيه للدنيا، الطفل هنا هيتغذى على ايه؟ خصوصا ان في احيانا امهات الرضاعة اللبن في ما بينزلش من اول يوم او ثاني يوم. كلام مظبوط مظبوط. بص حضرتك، سبحان الله ربنا عمل فينا ان احنا لسه مولودين في حاجة اسمها براوني فات. براوني فات ده موجود في التيشو بتاعتنا، في الانسجه بتاعتنا، وده بيمثل لنا مصدر سريع للطاقه عند الطفل، بيقعد معانا يغذينا اول 3 ايام من عمرنا. الطفل في الايام الاولانيه من عمره هو عنده بكاء كتير، سواء بقى كان متضايق، عنده مغص، عنده كوليك، مش شرط يكون ايه جوع، بس طبعا هو عنده السنترال بتاع جوع، عنده ايه شغال. المعده في اول يوم حجمها صغير جدا، ما يتعداش ال 7 مللي، في ثاني يوم بيوصل ل 15 مللي، على ثالث يوم بيوصل 13 مللي. فلما بينزل لبن السرسوب عند الام، او لو بنسميه اللبق او الكوليستروم، كويس، اللبن ده فيه فاست كتير، فيه هاي بروتين، فيه ميونوجلوبلين كتيره جدا، حاجات تغذي المناعه بتاعه الطفل، ودي مهمه جدا جدا لبقيه عمره. يعني تخيلي السرسوب اللي بينزل عند الام ده مهم جدا لبقيه عمر. فمجرد ان هو لو نزل عند الام سنتي 2 سنتي 3 سنتي 5 سنتي، ده يعني ده مهم جدا طبعا. جدا جدا، ده سفيشنت ليه جدا. اول يوم تاني يوم هيزيد عندها شويه، وهو معدته هتكبر شويه، تالت يوم وهكذا لحد الام. يعني الام ما تقولش لا ده انا ما فيش لبن، انت اعملي اللي عليكي. لا هي مش هتشوف اصل انت متخيله مثلا 3 4 5 سم 7 سم على مدار اليوم، مش هتحسي بيهم. لكن لا، هو فيها عنده لبن ايه بينزل عندنا. وبعدين الكونكشن او دايركت كونتاكت ما بين الام والطفل ده، اولا بيخلي فيه غده في المخ عند الام تحس وتفرز اللبن عندها. لو احنا ما حطناش الموضوع ده، لا الموضوع هيأخر شويه، لكن لما يتحط على صدرها باستمرار الموضوع بيخلي ستيميليشن يحصل موجود كتير، ويبتدي اللبن ينزل عندها، بخلاف الرابطه اللي بتحصل ما بين الطفل وما بين ايه الام. لا الموضوع مهم جدا جدا طبعا. اكيد الرضاعه كمان، حتى دلوقتي كل اللي بيقبلوا على الزواج كل بيخلفوا بقوا فاهمين اهميه الرضاعه. يعني زمان كنت تسمع كده، جت فتره كده، فتره كده من الزمن كانوا يقول لك هنبوظ جسمنا اصل الرضاعه، بس لما بداوا يعرفوا اهميه الرضاعه اللي ربنا يعني انعم على كل ام لاولادها بيه، فطبعا بدانا ان احنا نفهم مدى اهميه الرضاعه. ولكن هنا لما انا هاجي هتكلم بقى على الرضاعه، الطفل المفروض يرضع كام مره في اليوم؟ لان في اراء كتيره جدا وفي اختلاف كتير جدا، بيقول لك ده هو المفروض كل ساعتين، ده هو المفروض كل 4 ساعات، ده المفروض اول ما يعيط يبدا ان هو يرضع. طب هنا بقى المفترض الطفل كل قد ايه بقى علميا؟ بص، هو الموضوع طبعا هو فيه برايات كتير، تمام، لكن اتليست احنا المفروض الطفل يرضع من مامته من 10 ل 12 رضعه بردي في اليوم، كويس، بشبع. بشبع طبعا، بشبع. بشبع، كويس. لما نعمل ريجوليشن او تنظيم لعدد مش لعدد الرضعات، الوقت او التايم، كويس، ده بيدي فرصه للام وللبيبي ان هما ياخدوا رضاعه كافيه ليهم، كويس. فطبعا تنظيم الرضاعه حاجه مهمه جدا، بس نحط في الاعتبار ان احنا على الاقل على الاقل من 10 ل 12 رضعه في اليوم لازم تبقى الايه الرضاعه موجوده على مدار ايه اليوم بس. فطبعا بشبع.
امتى الطفل يبدا يشرب ميه؟ لاني في ناس قال لك من دي 1. امهاتنا زمان يقول لك الطفل المفروض عدى اسبوع يشرب ميه، بعض الاقاويل بعد 40 يوم، بعض الناس تقول لك ما كده كده لبن الام فيه ميه فالطفل مش من حقه ان هو يشرب ميه. طب لو حتى هيشرب ميه يشرب ميه عاديه ولا ميه معدنيه ولا الماء الغريب اللي هو بيتقال؟ الطفل امتى المفروض يدخل حاجه تانية مع اللبن؟ بص، هو طبعا هو في الاساس عشان نبقى عارفين ان 90% من اللبن هو ميه، تمام؟ فاللبن او الرضاعه الطبيعيه سفيشنت او اكسكلوسيف للطفل اول 6 شهور، مش محتاج ميه معاهم تماما، كويس؟ ومنظمه الغذاء والادويه في امريكا منعت تماما استخدام ايه؟ الميه اول 6 شهور. يا معقوله؟ لا تمام، الميه مش 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 ريكومنديشن، كويس؟ هي هو لو خدها مش هتنفعه ومش هتضره. في في اطفال ممكن ما يستطعموش طعم الميه بعد كده، يقول لك هيرفض هياكل الميه، هو خلاص هو الام تقول لك انا اسقيه من بدري. هو اتعود ان هو يرتوي العطش بتاعه من لبن الام. سبحان الله، ربنا جعل حاجه اسمها اللبن بتاع الام اللي بينزل في حاجه اسمها الفرونت والهين. اللبن اللي بينزل في الاول ده معظمه ميه ليكو، تحس ان ام الام اللي بتيجي تعصر صدرها في الاول تقول لبن خفيف. لكن هو لا، هو مش لبن خفيف، ده هو ربنا بيخلي اللبن ينزل في الاول فيه ميه اكتر شويه يروي عطش الطفل. لكن بعد كده اللبن بينزل سمكه اعلى شويه، في نسبه الفات فيه بتبقى اعلى شويه عشان ايه؟ يشبعه. لكن لا، أنا الميه مش حضرتك معلش عشان معانا طبعا مداخله، استاذه اهلا معانا، اهلا بيكي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته، اتفضلي. منوره الدنيا كلها، اتفضلي. ربنا يخليكي، ده بنورك واتصالك الحلو. الله يخليكي، بفضلك ممكن اكلم بس؟ طبعا، هو مع حضرتك، اتفضل. اهلا بيك مدام نهى، اهلا بحضرتك، اتفضل. السلام عليكم يا دكتور. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. من فضلك، كان عندي مشكله وانا صغيره، كان عندي ضيق التنفس كده. فبعدين المهم ايه؟ انا احنا سامعينك، اتفضلي. فقالوا ايه؟ خدي مقص نوعي حاجات زي كده، بقيت على ادويه وحاجات زي كده. في سيت اسمه اسما سيت كنت باخده زمان، بس طبعا دلوقتي اتمنع. طب تمام، هو حضرتك اتصالك، احنا طبعا دكتور ابراهيم هو استشاري اطفال، حضرتك عايزه تسالي حاجه خاصه بايه؟ استشاري ايه؟ اطفال. استشاري اطفال. ايوه، ما انا هقول لحضرتك على حاجه. طيب اتفضلي. الجهاز التنفسي. ايوه مع حضرتك، اتفضلي. دكتور معلش، هو بس سؤالين معلش انا قولي، اتفضلي. اول سؤال، هل الحساسيه اللي هي عند الصدر دي، الحساسيه في الصدر بتنتهي او لها علاج ولا ملهاش علاج اصلا؟ اطفال ولا حضرتك؟ لا اعتقد هي اصداء اطفال. اطفال صح كده؟ يعني انا حسب ما فهمت هي بتقول الطفل اتولد عنده ضيق في التنفس، ومن الواضح ان ابتدى بعد كده يبقى عنده حساسيه على الصدر او عنده ربو. بصي، في الغالب الموضوع ده بينتهي عند عمر 5 سنين او 6 سنين، ده اكتر من 80%. لكن الباقي ده اللي ممكن يكمل معاه بقيه العمر، وده طبعا بيبقى ليه عامل وراثي، ليه عوامل بيئيه، ليه حاجات كتير هي اللي بتحدد الموضوع ده. تمام، انت لسه معانا؟ انا بشكرك. هروح لحساسيه الصدر، بس خليني اكمل بقيه الجزء بتاع حديث الولاده. حضرتك المفروض يبداوا ياكلوا، حضرتك قلت من 6 شهور، وابدا الميه برضو معاهم حسب منظمه الصحه العالميه ما قالت ده. بص، فيما قبل ذلك بقى. بص، هو الموضوع مدارس شويه، لكن هو من سن 4 شهور احنا نبتدي مرحله تريننج، كويس؟ وده بتبقى ليه علامات على الطفل بنعرفها، ان يبقى فيه هيد سبورت، يكون ساند راسه، يكون متقبل المعلقه لما توصل لبقه، ما بينامش كويس، مش شبعان. لا مش دي النقطه، لا انا بتكلم ان احنا نبتدي ندخل اكل، ممكن نبتدي ندخله من 4 شهور بغرض التريننج، التدريب، كويس؟ لحد ما يبداوا بيه. نبتدي الاول بالخضار، كويس؟ زي الكوسه، الجزر، البطاطس، البطاطا، القرع، كويس؟ ممكن فاكهه زي التفاح او الكمثرى او الجوافه او الموز، بس ناخد بالنا بس من حساسيه الطعام واحنا بندخلهم الاكل، يكون القوام بتاعه بلس. ده كمان كان بيقولوا البنجر مهم جدا للاطفال، هل مهم ليه هو لسه في لسه يعني صغير 4 5 6 شهور، ولا مهم ايه فيما بعد؟ لان ممكن في بعض الاكلات تبقى تزود مثلا نبضات القلب، تزود حاجات ما تبقاش اللي هو النورمال او مش لسنه ان هو ياكلها مثلا. لا هو بس هو البنجر ما فيهوش مشكله خالص. طيب. من سن 6 شهور بنجر ده حاجه غنيه جدا بالحديد وحاجه مهمه جدا، يعني كويس. خدوا الخضار بشكل عام مهم جدا للاطفال. في احنا عندنا الزبادي والالبان بعد السنه، ف ده كلام قديم فعلا؟ ده كلام قديم، كويس. طب الحمد لله، اصل انا اولادي الاثنين حكيتهم زبادي مش شهر تقريبا الرابع يعني او الثالث شويه. بصي احنا نتفق اتفاق ان فعلا اللبن بعد السنة. طب الحمد لله انا طلعت صح اهو كويس. انا اكلتهم زبادي اول حاجه بصراحه. لكن الزبادي ممكن من سن 6 شهور، لان ده مش صوره طبيعيه للبن، هو صوره مخلقه للبن او حصل فيها تغيير كده، البروتين اللي فيه اتغير او اتكسر شويه، مش زي اللبن الصافي. لا ممكن ندخل زبادي من سن 6 شهور، ممكن ندخل الجبنه القريش، اذروايز ما فيش منتجات البان كتير بندخلها.
لكن ده عادي بدأت من سن 4 أو 6 شهور حسب طبعا زي ما حضرتك قلت الطفل حسب طبعا الطبيب كمان. بالظبط كده هو اللي بيحدد والعلامات اللي امه بتشوفها. بالظبط ده كلام مظبوط. خلصنا المرحلة دي، مرحلة بقى التغذية السليم لبناء جسم سليم لدى الطفل. بدأنا ناكل، عدينا مرحلة بقى السنة بدأنا ناكل. ايه اللي بيبقى من ضمن الممنوعات للاطفال حتى لا يزيد وزن الطفل؟ لان يعني احيانا ممكن الام تقعد تاكل تيجي على سن السنتين ثلاثه تلاقي ابنها بقى ماشي عامل زي القلبوس. فطبيعي طبيعي ان انا عايزه ابني جسم ابني سليم، بس مش عايزه برضو ابني فيه سمنه، ابني فيه حاجات مش صحيه، فانا المفروض اعمل ايه بقى؟ طيب بصي، يبقى احنا هنبتدي بعد سن السنه بنبتدي ناكل الاكل بتاعنا الطبيعي زينا زي اي شخص. التنظيم اهم حاجه، يعني الكميات. ما انا اقول لحضرتك احنا اولا ان زي الهرم الغذائي ما بيتكلم وبيقول احنا في عندنا القاعده بتاعتنا لازم تبقى خضار وفاكهه، لازم اساسي يبقى موجود عندنا. البروتين بتاعنا لازم يبقى موجود في صوره لحوم، في صوره سمك، ارانب، فراخ، ده لازم اساسي يبقى في الوجبات بتاعتنا. من ضمن البروتين برضو اللبن ومنتجات الالبان، البيض حاجه اساسيه. اللبن المعلب ولا اللبن البقري الطازه اللي بيجيب ويتغلي اللي تربينا عليه حياتنا كلها، ايهما افضل؟ احنا دلوقتي مش زي زمان تمام، لكن هو طبعا اللبن المبستر الخالي من المواد الحافظه هو ده رقم واحد تمام. فده هو افضل لبن، لكن اللبن اللي من عند اللبان بتفرق بقى من منطقه لمنطقه، في ناس بتغش في اللبن، ما بتغشش في اللبن. بس هو الطبيعي اللبن البقري اللي من عند اللبان هو ده افضل حاجه ولا المبستر؟ يعني ايهما افضل؟ ما هو ده بيتعمل من ده، بس ايهما افضل ان احنا ياخده لو يعني حد عنده لبان كويس افضل ان هو يبقى السك ولا الافضل التاني؟ لا ما هو انا ما اضمنش اللبان، يبقى انت هتيجي تساليني اقول لك لا ناخد اللبن المبستر قصير الامد. اللي هو خلاص بقى احنا تحلى اكتر من حاجه. طب دكتور كان في معلومه كده كنت قريتها ان اللبن البقري ده مش لبن المفروض ان احنا نديه لاولادنا، يعني ما اعرفش مدى المعلومه دي صحيحه ولا، ان اللبن البقري ده هو بتاع يعني البقره بتوع ولادها هي، يعني اللبن ده المفروض ما يبقاش لينا احنا، يبقاش لينا احنا بنشربه، لكن المفروض ان اللبن ده يبقى بتاع يعني هي ما بتولد البقره بتبقى بتاع ولادها هي. معرفش المعلومه دي صحيحه ولا، مع ان هو بيقول لك اللبن فيه كالسيوم كبير جدا. بس هو سبحان الله البوفاين ميلك او اللي هو اللبن البقري بنسبه ما هو قريب من الكومبوننت بتاعته للبن الام. فلا هو طبعا المعلومه دي مش صحيحه. لا طبعا اللبن البقري عادي جدا ومغذي جدا لاطفالنا واولادنا، هو مصدر كبير للبروتين والكالسيوم من بعد سن الرضاعه اللي هو من بعد سن السنتين، اللي ما طبعا حاجه نرجع مهمة تاني لوجبات الاطفال بقى. والحاجات اللي انا ممكن مسموح لي اديها سناكس في وسط الاكل. احنا طبعا هناخد 3 وجبات اساسيه، فطار وغدا وعشاء، ولازم يكون فيهم خضار، لازم يكون فيهم عيش، لازم يكون فيه لبن، لازم يكون فيه بيض، لازم يكون فيه لحوم، احنا هنوزعهم. وفي النص الاطفال اللي هم مش بياكلوا كويس لازم نعمل من وجبتين لثلاثه سناكس كده، تكون وجبه فاكهه مثلا صغيره، سيريالز، سريلاك مثلا، رز بلبن، الحاجات الايه البسيطه، بحيث ان دايما تكون الطفل معدته شغاله ومقبل على ايه الطعام. على قد ما نقدر نحاول نتجنب الحلويات، السويتس، السكر الزياده، لان ده الحقيقه على فكره في دراسات كتير ابتدت بتقول ان هي بتاثر على المناعه بتاعه الطفل. الدقيق الابيض او عشان فيه داخل فيه ماده الجلوتين برضه بيأثر على المناعه بتاعه الطفل، وبتبدا تظهر فيه امراض كتيره بسبب الموضوع ده. فنحاول الحاجات دي مش نقول نمنعها، بس نعمل لها ريستريكشن شويه عشان الطفل يبقى ايه مناعته كويسه. نحاول دايما الاكل بتاعنا يكون فيه فيتامينات كتير تتماسك. اكل صحي صح؟ مظبوط بالظبط. مواد حافظه. طبعا المواد الحافظه ومكسبات الطعم والرون دي مشكله كبيره جدا اللي بتأثر على مناعه الاطفال وبتسبب امراض كتير كمان يعني. تمام، ناخد استاذه هاجر معانا من القاهره. اهلا بيكي. اهلا بحضرتك. اهلا دكتور، عامل ايه؟ اهلا وسهلا. عايزه اكلم الدكتور. اتفضلي. هو ما حيجي. اهلا بيك يا استاذ هاجر، اهلا بيك. بقول لحضرتك انا ابني عمره سنه بالظبط. تمام. سنه واسبوع. تمام. طالع له 4 سنين، سنتين فوق وسنتين تحت. تمام. هو باكله كل الاكل انا باكله، بس حاسه ان هو مش بيندغ، يعني هو بيبلع الاكل. فده عادي ولا لا؟ طيب بص، هو عندنا سنه وشهر او سنه وشهرين، وعندنا لسه 4 سنين، هو مش متاخر. احنا طبيعي اول سنه ممكن تطلع من 5 شهور لحد 15 شهر. المساله المضغ بتاعه الاكل، احنا دايما بنقول ان الاكل ده تريننج، تدريب كويس. فكل احنا دايما متعودين نتعود الاكل بتاعه سوفت، هيأخر معانا شويه في البلع شويه، فاحنا لازم كل فتره كده تهرسي له الاكل، تخشيني له الاكل بالبلدي كويس، عشان نبتدي نعرف يمضغ الاكل وننمي عنده مهاره الاكل دي. مساله التسنين، هو مش مؤخر طبعا في التسنين ولا حاجه، احنا معانا لحد 3 سنين عقبال ما يخلص كل السنان بتاعته، لكن بلع الاكل ومضغ الاكل دي مهاره واحنا لازم ننميها. مساله وزنه دي بتعتمد على حسب وزن الولاده، تم السنه الاولانيه وزنها دي، ودي طبعا انت المفروض بتكوني بتتابعيها مع الدكتور اللي حضرتك متابعه معاه، مع الدكتور المختص ليه، وهو يحدد لك ويحط لك على الجروس كيرف بتاعنا ونشوف الدنيا اخبار ايه.
طيب دكتور ابراهيم، يفضل فطامه الفطام للطفل عند سن قد ايه؟ بدايه من قد ايه اقدر ان انا افطمه؟ بس احنا نتفق دايما ان ربنا عز وجل قال لنا الرضاعه سنتين، فاحنا نرضع سنتين، دي حاجه هايله جميله جدا، بس بشرط ما تكونش مأثره على الاكل بتاعنا، كويس؟ دايما احنا دايما بنشجع الامهات ان احنا بنرضع سنتين، لكن مثلا بيجي طفل مثلا بيقابلنا رافض الاكل تماما، هو بس عاوز يرضع وبس، ماشي؟ فلا ده احنا ممكن ان احنا نبتدي نشجع ان احنا نفطم مثلا فتره النهار نرضع بالليل، بس لو فضل برضه فتره النهار ما بياكلش خالص عشان يجي يرضع بالليل ممكن نفطم على سن سنة ونص، ما فيش مشكلة بالنسبة لنا خالص. طيب ناخد أستاذة أميرة من القاهرة، أهلا بيكي. أهلا بحضرتك. أهلا بيكي، اتفضلي. ممكن أسأل دكتور؟ اتفضلي، هو مع حضرتك بيسمعك. حضرتك، هو أنا معايا ابني عنده 12 سنة ولفيت بيه كتير على دكاترة، على طول بيجي له تعب في بطنه زي تعب الزايدة كده. فلفيت بيه كتير على دكاترة، وآخر دكتور قال لي إن هو عنده حاجة اسمها حمى البحر المتوسط. انا دلوقتي ماشي على علاج لمده 10 ايام لحد ما اعمل التحاليل، عايز اخد راي الدكتور في الموضوع ده. يعني في مرض، هي بتسال في مرض حمى البحر المتوسط، هو مرض محير جدا فعلا، بيجي لنا فيه نوبات من السخونيه، نوبات من المغص الشديد، بيكون ساعات بيصاحبه صداع، كويس؟ هو حمى البحر المتوسط ده هو مرض جيني، بيحصل خلل جين معين كده بيعمل لي الاعراض اللي احنا بنتكلم فيها. انا اول مره اسمع عن المرض ده فعلا. هو مش كتير حقيقة، مش قليل، بس هو ليه فاميليا، يعني في عائلات عندهم الموضوع ده، وساعات بيحصل ميوتيشن او طفره بيبتدي يظهر. طب ده ما بيبانش لما بيجي الطفل يكشف سونار او يخش اكس ري او حاجات من دي؟ لا، ما بيبانش بالسونار خالص نهائي، ولا اكس ري ولا اي حاجه من الحاجات دي خالص. هو ليه تحاليل جين كده بتتعمل، كويس، بيعملوا بتعمل جين. كان زمان التحاليل دي كانت بتتعمل في فرنسا وبعدين بتيجي هنا، لكن دلوقتي في مصر بقى الموضوع ده متوفر. اصلا مصر خلاص الحمد لله بقى عندنا تطور يعني طبي، وده طبعا البركه طبعا في الاطباء بتوعنا، لان في الحقيقه على طول هم مطلعين وبيسافروا بياخدوا يعني دبلومات ودكتوراه وبياخدوا وبيحضروا دايما يعني ان شاء الله. ودليل على كده في ظل ازمه كورونا اللي احنا يعني مرينا بيها، خليني اطمن كمان على اولادنا، خصوصا احنا دلوقتي فتره مدارس بدا الترم الثاني، ولو انا النهارده عايزة يعني أطمن كل أم على أولادها، محتاجة أن أنا أدي نصيحة، وخصوصاً أن الرابعة، المرحلة الرابعة، فكان المجربة بالضبط كده اللي هي الدلتا، كانوا بيقولك أن الأطفال هم أكثر تعرض لفيروس كورونا. فأنا النهاردة محتاجة أخلي الأم تفرق ما بين أن ده كورونا، ما بين أن ده دور برد عادي، ما بين أن ابنك ده بيعاني مثلاً من حساسية صدر. فأنا محتاجة النهاردة أقول لكل أم إيه اللي مفروض عليها تخلي بالها منه. طيب بس هو إحنا نبتديها واحدة واحدة، تمام؟ هنبتدي. انا عندي ابني او بنتي عندها اعراض برد، زكام، رشح، سخونيه، كحه، تمام، الم في العضلات. الحقيقه صعب ان انا افرقها ما بينها وما بين الايه الكورونا او المتحور الجديد اللي هو اوميكرون. فانا عندي ابني ابتدى يظهر عليه اعراض، رقم واحد هبتدي اغيبه من المدرسه، تمام، هبتدي اغيبه من المدرسه عشان خاطر ابتدي ايه اكشف عليه، اعمل له فحوصاته، اعزله لحد ما اطمن عليه، تمام. الحقيقه لا، هم الاطفال معرضين جدا للاصابه، والموجه الرابعه دي في اطفال كتير، مش بس بيبقى عندهم سعال وكحه وسخونيه، لو كمان ابتدى يبقى كمان في معهم اعراض نزلات معويه، تمام. دايما بنقول ان الوقايه خير من العلاج، الكمامه دي حاجه اساسيه، الاطفال اللي هم اكتر من 12 سنه لازم ناخد المصل بتاعنا عشان بيقينا، التغذيه السليمه، تمام، الاكل بتاعنا لازم يكون فيه زنك وفيتامين سي. دكتور يعني عشان الوقت خلاص للاسف معانا خلص، بس بس هل المضادات الحيويه بتقلل مناعه الطفل؟ المضادات الحيويه بشكل مباشر وغير مباشر بتقلل المناعه. الشكل المباشر ان سوء استخدام المضادات الحيويه بشكل غير كافي او بشكل مش مظبوط استخدم فيه المضاد الحيوي، تمام، ده بيؤدي بيخلق اجيال جديده من الميكروبات مقاومه للمضادات الحيويه صعبه جدا، كويس. الافراط بقى في استخدام المضادات الحيويه بيخلي تظهر اللي عندي الاعراض الجانبيه للمضادات الحيويه، بيقتل البكتيريا النافعه في الجسم، ودي مهمه جدا في تكوين المناعه بتاعه الطفل، البكتيريا النافعه اللي في الجسم، تمام، بخلاف الاعراض الجانبيه من مغص، من قيء، من اسهال، من طفح جلدي. فلا طبعا المضادات الحيويه سلاح ذو حدين، ما يجب عدم استخدامه الا بوصفه من طبيب هو اللي يحدد احتياج المضاد الحيوي او لا. طبعا الوقت مع حضرتك مر بسرعه جدا، لكن نورتنا، شرفتنا، استفدنا من حضرتك. ان شاء الله يبقى لينا لقاء تاني ونتكلم فيه اكتر باستفاضه مع كل مشاهدينا الكرام. طبعا دكتور ابراهيم محمد استشاري طب الاطفال وحديث الولاده، بشكر حضرتك جدا. شكرا. مشاهدينا الكرام، كده حلقتي خلصت النهارده، ان شاء الله لينا حلقه تانية يوم الثلاث في نفس الميعاد في ساعه قبل دلوقتي. لكن نصيحتي لكل ام، التغذيه السليمه اللي هتبدايها من هو لسه طفل صغير اكيد هيخرج لك جسم سليم لطفل لما يكبر ان شاء الله، وربنا يحمي اولادنا ان شاء الله واولاد حضرتك. أشوفكم على خير يوم الثلاث بإذن الله.